لماذا تريد إسرائيل برأيك نقل موقع المعبر معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم؟ هو المطلب مش منطقي عفوا فندم، يعني حتى لو إسرائيل طلبته ده مطلب مش منطقي، لأن معبر رفح ليه هدف، معبر كرم أبو سالم ليه هدف. معبر رفح لمرور المواطنين، كرم أبو سالم لمهام أخرى تماما. معبر رفح هو المعبر المعروف وليه اتفاقات دولية موقع عليها، فأعتقد قد يكون الخبر يعني متقال بشكل، إنما هذا لو طلب مش منطقي. يعني المفروض يعني حتى هي يعني حتى عسكريا حتى نعم. المعابر ليست لها علاقة بالعسكرية، الناحية استخدام القوات المسلحة هي تقول تضبط المساعدات وتضبط مرور الأفراد، هذا ما تم التداول. ربما بقى العبور المساعدات يعني هي فعلا نقلت المساعدات من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، هذا حدث بالفعل وأصبح، ولكن العودة للمساعدات تعود من معبر رفح. حتى ليه بقى؟ لأن في إسرائيل دايما تتهم مصر إنها بتعوق بتعرقل وما إلى ذلك، وإسرائيل هي لا تتعرقل، فربما لمحاولة توفير الوقت فطلبت أو اقترحت أو أمرت بذلك إنها تنقل المساعدات من خلالها، لأن إسرائيل فندم يهمها جدا الاستحواذ على فكرة كل ما هو داخل للجانب الفلسطيني يكون عن طريقها، ومع الوقت لا تريد أن يدخل شيء من مصر تماما، مع أن معبر كرم أبو سالم يأتي من مصر. السيطرة على معبر رفح دي سيطرة لها اتفاقات دولية، اتفاق دولي. كرم أبو سالم يعتبر في الأساس الإدارة الإسرائيلية، معبر رفح الإدارة الفلسطينية أمام الإدارة المصرية، فده يمكن الفكرة إنسانية وليست عسكرية. إذا نعم دكتور سفيان، سمعت عن هذا المقترح؟ يعني أنا قرأت ونشرت بعض الصحف العبرية بأن الإدارة الأمريكية أيضا على اطلاع والإدارة الأمريكية شجعت. أعتقد أن الحديث إذا كان الحديث صحيح، أنا غير متأكد بالمناسبة إذا الحديث كان صحيح ولا، ولكن إذا كان الحديث صحيح هو يأتي من باب ليس دمج معبر رفح، وهو الغالبي وغالبية عمله هو لمرور السكان الفلسطينيين، مع كرم أبو سالم. هو المقترح كما نشر عنه هو نقل المعبر إلى جانب معبر كرم أبو سالم. نعم نقل الموقع. إذا كان هذا الأمر صحيح، الموقع نعم، إذا كان هذا الأمر صحيح هو يهدف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني، ليس لهم علاقة يعني بالجانب. ألا يؤجج ذلك القلق من تهجير قصري؟ لا 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 لا، يعني هو هذا الأمر ليس مرتبط، يعني في الموضوع لنا في النهاية مصر تستطيع أن تقرر من يدخل ومن لا يدخل. إسرائيل لا تستطيع أن تجبر مصر على دخول مواطنين غير مصريين إلى أراضيها، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى موافقة مصرية، والموقف المصري هنا صلب وشجاع ولم يخضع للضغوط ولم يخضع للابتزاز ولم يخضع للإغراءات أيضا. طب تعتقد مصر ردت على هذا الموقف من خلال طرح أمر يتماشى مع الرؤية الأمريكية بأن من نزح من الشمال إلى الجنوب يجب أن يعود الآن إلى المناطق الشمال القطاع؟ يعني أعتقد هذا الأمر مسألة وقت. يعني الحلم الإسرائيلي بأن يتم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أعتقد هو سيبقى حلم، ولكن هذا غير قابل للتطبيق، لن يتم تطبيقه. وبالتالي إذا قررت إسرائيل أن تجري عمليات عسكرية في رفح كما فعلت في خان يونس وفعلت في الشمال وفعلت في المناطق الوسطى من غزة، أعتقد أنها ستكون مجبرة على السماح إلى عودة الفلسطينيين على الأقل في المرحلة الأولى إلى خان يونس والمعسكرات الوسطى، ولكن أيضا إلى الشمال. لماذا يصرون الآن على عدم السماح لعودة الفلسطينيين إلى الشمال رغم أنهم عمليا خرجوا من معظم الشمال؟ لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن هذا وسيلة ضغط على حماس وعلى المقاومة في غزة لكي تنهي موضوع الأسرى، بمعنى ربطوا عودة النازحين قصرا من الشمال إلى ديارهم، ربطوها في موضوع الأسرى والمفاوضات حول الأسرى، والأمر الآخر ربطوه أيضا بعودة
اليهود الإسرائيليين الذين يسكنون في غلاف غزة والذين يسكنون في شمال فلسطين في الذين اضطروا إلى إخلاء بيوتهم نتيجة التوتر مع حزب الله. هذا العامل نفسي وليس عامل طيب سياسي. برأيك هذا التشابك نعم هذا التشابك هل يعقد مسألة إطلاق متبادل بين الأسرى والمعتقلين؟ لا، هو التعقيد في موضوع الأسرى والمعتقلين هو الذي يعقد المسألة وليس العكس، بمعنى أن موضوع الأسرى والمعتقلين هو معقد. هو معقد لماذا؟ لأن إعلان باريس هو إطار عام، ولكن إعلان باريس لم يستطع أن يحصل على إجابة من حول الموقف المتناقض من قبل حماس والفصائل من ناحية وبين إسرائيل من ناحية ثانية. ما هو الموقف؟ ما هو الأمر الأساسي؟ أن إسرائيل تقول أن بعد انتهاء عملية التبادل إسرائيل غير ملزمة بعدم استئناف العدوان. هذا معناه حماس والفصائل تقول لن نوافق على تنفيذ أي مرحلة من مراحل إطلاق سراح الأسرى إلا إذا كان هذا الأمر يؤدي بشكل واضح ووفق ضمانات إلى إنهاء الحرب. نعم، يعني في هذا الأمر إسرائيل مصرة على أن يكون أي صفقة كسابقاتها التي جرت بعد 7 أكتوبر. أود أن أسألك ختاما، وحضرتك كنت وزير لشؤون الأسرى، ألا تخشون أن من يطلق سراحه ضمن أي عملية تبادل يعاد اعتقاله مرة أخرى أو استهدافه؟ هذا أمر ممكن أن يحدث وحدث في السابق في صفقة شاليط عام 2011. إسرائيل أعادت في 2014 اعتقال حوالي 50 من الأسرى الذين أطلق سراحهم. وأعتقد لذلك عندما يتم الاتفاق على قائمة الأسرى ومن سيطلق سراحه وأين سيطلق سراحه، أعتقد أن الدول الضامنة بالتحديد مصر وقطر سيكونوا هم الضامنين لعدم نعم. اعتقال إسرائيل أو عودة اعتقال إسرائيل لمن يطلق سراحه. نعم، كلمة ختامية بثواني دكتور سيد، هل برأيك عودة النازحين إلى الجنوب إلى الشمال مجددا هي قائمة فعلا حاليا؟ هي تمني الحقيقة. نعم، في إطار التمني. على هذا التمني نختم لقاءنا لليوم. أشكرك جزيلا من القاهرة، كنت معنا دكتور سفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق والقيادي بحركة فتح، وشكر أيضا لضيفي من بيروت كان معنا دكتور عارف العبد الباحث السياسي، وشكر موصول بطبيعة الحال لحضرتك اللواء الدكتور سيد غنيم الخبير العسكري. نفس الزمان والمكان، إلى اللقاء.